للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. دكتور عصام، بعد تحية، قرارات مهمة للغاية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تابعناها جميعا، بتؤكد على الاهتمام الكبير بالمواطن المصري وأن له الأولوية دائما في كل ما يتم من قرارات وكل ما يتم أيضا من مشروعات مختلفة في كل أنحاء الجمهورية. برأيك إلى أي مدى بتسهم هذه القرارات في توفير الحماية الاجتماعية لقطاع كبيرة من المواطنين؟ أولا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وكل التحية ليهم. حضرتك كنتوا عاملين دلوقتي استعراض لآراء بعض من المواطنين، فهل بعد كلام المواطنين يجي كلام؟ يعني احنا ما نقدرش بعد كلام المواطنين ده ونقول أي كلام، لكن خلينا أقول لحضرتك يعني الريبورت اللي اتعمل أو التقرير اللي ظهر دلوقتي هو أبلغ رد على تأثير هذه القرارات وحزمة القرارات الاقتصادية. الحقيقة حزمة القرارات الاقتصادية دي شملت قطاع عريض جدا 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 من المجتمع. لو حضرتك ممكن بصور على عجالة كده نقول إنها كل العاملين في قطاع الدولة بما فيها قطاع الأعمال أي العمال أيضا، بما فيها الحكومة، بما فيها الهيئات الاقتصادية الموازية، يعني بيغطي قطاع عريض جدا. ولما بعد كده ندخل على المزارعين ايضا، لما سيادة الرئيس ادى توصيات للبنك الزراعي انه يرغي من عليهم المتعثرين وصغار الفلاحين، يرغي من عليهم الغرامات والفوائد الديون، تكافل الكرامة زيادة فيها، بالاضافة الى إعادة الغلاء المعيشة 300 بقت 600. حياتك هي عشان متفصلة، لكن لو هنجمعها على بعض هنلاقيها في الآخر إنها عاملة نسبة جيدة جدا في دخل المواطن هذه الشريحة العريضة. وحضرتك في حاجة مهمة قوي اللي هو العاملين في الدولة الدرجة الثالثة، لما رفعها سيادة الرئيس من 3500 ل 4 على التوازي، رفع كمان الحد الإعفاء الضريبي 45. نعم. وبالتالي كأن الأربعة دي تقريبا هي شبه صافي ضرائب كمان، يعني معفاه حضرتك لو ضربنا الأربعة في 12 ب 48 وصلنا ل 45، باقي هيتحاسب على جاست 3000 فقط منه. وبالتالي هنشوف قيمة هذه القرارات أو الحزمة المركبة. نعم. أيضا بنجد دكتور عصام أنه الدولة المصرية بتسير بالتوازي في توفير الحماية الاجتماعية للمواطن المصري مع تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة في مختلف المجالات، وبتوفر أيضا المزيد من فرص العمل للشباب. كيف ترى جهود الدولة في هذه المسارات في آن واحد؟ خلينا أقول لحضرتك اللي بيحدث النهاردة ده، يعني أصل عشان هو كتير فإحنا مش واخدين بالنا قد إيه هو شيء عظيم جدا. حضرتك قلت المشروعات القومية العملاقة، المشروعات القومية فيها جزئيتين، جزئية بتمس حياة المواطن كحياة كريمة زي مبادرة حياة كريمة، زي مبادرة 100 مليون صحة و100 يوم صحة، زي المبادرات المختلفة زي التحالف الوطني اللي بيقوم بيه بالعمل العظيم ده، جزء بيمس حياة المواطن فهو الإنسان. وفي نفس الوقت الدولة مش مكتفية بده، لأن الدول اللي بتكتفي بده ما بتنهارش. مصر عملت كل ما ده كمان ضافت عليه المشروعات القومية الناهضة بالاقتصاد. صحيح. تدين نمو اقتصادي في المستقبل، وده اللي زي مثلا حضرتك النقل والطرق والقضاء على العشوائيات النقل والطرق ده يا فندم. هقول لحضرتك حاجة عشان احنا بنتكلم المواطن والحملة الشعواء اللي على مصر وعلى اللي بيتعمل في مصر. على فكرة الطرق والكباري هي من أحسن المشروعات، ولو في مساحة أكبر هنقول ليه؟ دي كأني أنا بمد شرايين مختلفة، بوسع حجم رقعة الأرض الزراعية، بوسع العمران في كل مكان. أنا لو ما مدتش، لأن حتى لو نتابع حتى كمواطن بسيط لو بيتابع أي طريق بيتعمل ويتمد وسط صحراء، مع السنوات القليلة سنتين ثلاثة بيلاقي حواليه مدن وحواليه عمار وحواليه استثمار. فعملية استثمار الدول الأمريكا جات في فترة من الفترات وكان كل همها أنها تعمل نهضة في موضوع الطرق في كل أمريكا. نعم. ما حدش تري عليها، ما حدش يستخدمها، لكن احنا عشان مستهدفين بيحصل الكلام.
خلينا نروح لحضرتك، غير نزود رقعه الارض الزراعيه، وسياده الرئيس امبارح بيستهدف زياده رقعه الارض الزراعيه ل 3.5 الى 4 مليون فدان، يعني احنا داخلين تقريبا يعني حوالي 70%، بنزود 70% من الرقعه الزراعيه اللي كانت موجوده زمان وتاكدت كمان. نعم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار على هذه المشاركه، شكرا جزيلا لك.